النهارده كلاتنبرج عايز الناس اللي هم اهل الثقه وقول السمع والطاعه، عايز ناس أيوة. مش عايز ناس عندها راي. هو جاي يا كابتن، احنا عبثا بنقول على انه المصري فهلاوي بتاع، لا والانجليزي كمان فهلاوي. هو النهارده جاي عايز ياكل عيش، فعارف انه النهارده او اللي اتقال له او المرافقين ليه او اللي جابه اتقال له انه الكابتن اسامة عبد الفتاح حصل عليه حمله كبيره جدا من النادي الاهلي، وطلعت مجله الاهلي التحكيم الفاجر، والكابتن الخطيب طلع بيانات متتاليه وما اكثرها، يعني بيانات بالزوفة زي ما بيقولوا ضد الحكام المصريين. فبالتالي النهارده انت عم كلاتنبرج عايز تاكل عيش، ما تجيش على الاهلي. ففي كل محاضراته وفي كل الزوم اللي بيعمله هو متواجد في الخارج بيرسل رساله ضمنيه للحكام، ما تجوش على النادي الاهلي. عشان كده انا قلت لك كلاتنبرج ده اللي بياخد من قوت الشعب المصري مش عارف 30,000 دولار ولا 40,000 دولار، هو ده اللي انا عايز اقف عنده. توجهه واحنا في ازمه في الدولار، انا عايز اعرف كلاتنبرج اضاف ايه؟ ولا حاجه يا خالد. ده في اضاف 20 اضاف 20 بونت للنادي الاهلي. هو جاي لخدمه النادي الاهلي يا استاذ محمد يا كابتن جمال، والله العظيم جاي لخدمه النادي الاهلي. النهارده الحكام اقسم بالله، اقسم بالله على الهوا واتحاسب ده قدام ربنا، الحكام نفسهم بيقولوا لي احنا لما بيجي يعمل الحالات بيجيب الحالات اللي لم تحتسب للنادي الاهلي فقط. يعني ومش عايز اقول لك بيعنف التحكيم بطريقه بشعه، ازاي انت ما تحسبش دي؟ وازاي وانا لن اسمح انك ما تحسبش دي؟ والزمالك لو حكم ما حسبش حاجه للزمالك، انت ازاي ما حسبتش؟ انت ازاي ما ضربتش زكريا الوردي؟ استاذ منتصر اقسم بالله ده حصل. خلينا نتكلم كلام مهم. انا برضو الكلام بقول ده مهم. لا 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 في حته مهمه عايز اقول لك عليها. اتفضل. انت قلتها في سياق كلامك، انا عايز اقف عندها. عايز يعني بروزها اكتر. حالات الراجل ما بيتفرجش على ماتشات. ايوه ده بيعرضوا عليه حالات. الحالات ده في واحد رئيس لجنه الحكام، ما احنا كان عندنا عصام وعندنا جمال، الاثنين قمات. هو الكابتن جمال الغندور قال ايه يا كابتن استاذ محمد رجب؟ قال لك انا ما ينفعش ظابط اشتغل عند عسكري. تاريخ الكابتن جمال الغندور في التحكيم الاعلامي حتى لو اختلفنا معه في بعض اثناء ترأسه للجنه، انما يبقى الكابتن جمال الغندور والكابتن اسامة عبد الفتاح قيمه تحكيميه كبيره جدا اكبر من السيره الذاتيه اللي هي كلاتنبرج. على فكره ده محاضر في الاتحاد الدولي لكره القدم. كاس عالم لا، والكابتن عصام هو المسؤول عن التطوير التحكيم في افريقيا وعضو في لجنه الحكام في الاتحاد الدولي لكره القدم. احنا كزمالك لا نطلب الا الحياد والعداله. مش عايزين ناخد حق غير حقنا. بس انت ما تديش للمنافس حقوق هو ما يستحقهاش.